ومن هنا بيجي إحباط الناس لما النجم اللي هم بيحبوه وعنده متابعين بالملايين ما يشاركهمش التعبير عن قضيتهم ومعاناتهم. ليه؟ لأن ببساطة شعبية النجم الكبيرة دي ممكن تحول بوصلة المتابعين والمحبين للناحية التانية، إن هم يقروا أكتر، يعرفوا أكتر، أو على الأقل يراجع نفسه، زي مثلاً اللي عمله محمد صلاح لما لفت أنظار العالم لقضية مهمة زي كارثة تصدير القطط والكلاب. اللاعب بيبني مسيرته بموهبته بتضحياته برغبته المستمرة في التطور، دي حاجات ما تقبلش النقاش، بس الناس بتتعامل مع النجم على إن هم شركاء في نجاحه، هم اللي دفعوا من وقتهم ومن فلوسهم علشان يتابعوه وما تأخروش عن دعمه في أي وقت احتاج فيه صوتهم. فلو الناس محتاجة صوت النجم علشان قضية واحدة عندهم، فالنجم محتاج صوتهم في كل أسبوع وكل شهر وكل موسم، زي مثلاً لما محمد صلاح طلب دعم المشجعين في خناقته مع اتحاد الكرة قبل كأس العالم 2018، أو لما محمد صلاح كسب جايزة بوشكاش 2018 رغم إن في نفس السنة كان فيه جول رونالدو في يوفنتوس وجارث بيل في ليفربول. وده برضه ما يقللش من تعبه وتضحياته ورغبته في التطور، بس يفرق ما بين اللاعب المميز اللي نجاحاته مرتبطة بعمره جوه الملعب بس، والنجم الشعبي القريب من الناس والقادر ان هو يعبر عنهم.